ساليو الفيديو ديالنا ان شاء الله. المهم اخوت بغيت نهبط نعاون الدراري شويه نتبع معاهم، ولكن ما عنديش الماطريال، هما عندهم واحد الفاس ولا ما عرفت عندنا ولا ما عرفت شناهي كيحفروا بها كيشدوا بها كيشدوا بها بوزو، انا ما عنديش اصلا القضيه مريستي شوفوا الماء كيهجم عليهم. صعيبة القضية صعيبة صعيبة، اللهم بلا من ريسكي. شوفوا الراية شوفوا عندك هذه قضية صعيبة بزاف. سير برافو. المهم هادشي اللي جمعوا الدراري اخوت، كاين هاد الخنشة وهادشي راه كيبان لكم قليل ولكن راه وراه كثير تبارك الله. أول خالي كينقي فهاد سميش هذا سميتو ببوش بعيوب بالشلحة والعربية ببوش بالعربية نقا نقا واه هادشي اللي زوين في البحر واه كاين اكبر من هادشي مازال اللي كاين. شوفي كريستل هنا والو الحوت والو المهم اخوتنا كنقيو دابا كنعزلو الكبير نحيدو هاد الصغير مع الصغير ما اصلا ما يتكلم نحاولو نحيدو هادو اللي كبار نقيو ديك الساعة نغسلو ونديو الدار طيبو دابا خوت كنقلبو على هاد العيبات هادو كيقولو لهم تفنزيز كيقولو لهم باللغة بالعربية الدارجة الصبيعة الصبيعة ديال البحر كيجيو بنينين تاهما. جمعنا شوية الببوش ولا الله انا خايف نسرد الله يسرد لي التليفون يمشي لي كلشي للزيرو. جمعنا شوية الببوش هنا نتوما كتشوفو تا هو يتسلق الاغلبية هنا كيسلقو هاد الخير هادا كياكلو. مازال هاد العيبات هادو هادو كيقول لهم هو الكنوس بالعربيه ما عرفتش شنو سميتو واش الببوش ولا ما عرفتش شنو ليش الببوش بان لي انا هو هذا هو الببوش الصغير. اما هذا كيكون كبير ما عرفتش سميتو المحار ولا ما عرفتش سميتو هذا كيجي في الطاجين كدير معاه البصله والبيض كيجي بنين بزاف. المهم اللي عارف سميتو يقول لي شنو هي سميتو. دابا الخوت غادي نغسلوه نقيوه مزيان من التراب خالي الله فينا مسكين لو ما كنتيش حليف راه ما غاديش تصيد هادشي ولا تجبد هادشي تحيد. المهم غسلو هادشي نقيو ومن بعد غنمشيو لها
باش نطلعو بحال هاد النمل. لا واحد التمارة دابا خصنا نهزو هاد الخنشة شحال ما وعلا تنطلعوها الفوق ونشوفو غير نعيط للواليد يدق علينا مع ما نقدروش نمشيو بهاد الدوار صعيبة تقيلة علينا بزاف. يلا المهم خليكم معايا باش نطلعو بحال هاد النمل. المهم خوت حنا غنمشيو حنا طالعين دابا مع الجبل وادري شحال تيعلى هادي طريق ساهلة غتعذبنا حتى يا وليدي هازي سبق 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 تمار والله تمار كتجيك ساهلة في اللول باش كتكون غادي تهبط بس صعيبة هي باش كتبغي تطلع. يا سلام وكان قبل هاد المناظر الزوينة يستاهل الواحد يجي هنا ماشي مشكل. شوفو الطريق ما غنطلعو الخوش كي دايرة سير على الله سير اخي ها 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 كتبان قريبة في التليفون ولكن راه هي بعيدة. نورمالمون حنا خصنا نمشيو جهة هاد الريزو اللي كاين هنا خصنا نمشيو جهتو كي ماشي مشكل غنحاولو نختصر الطريق دابا من هنا. يلا خليكم معايا الله إلا تمارة الخوش طلعو ما فاطرين ما والو أصاحبي والله ما فاطرين ما والو صابين الموج جايين طلعنا من الجبل هادشي كامل في سبيلكم وفي سبيل بوزروك. يلا نمشيو نكملو الطريق ايوا الشمس سير على الله سير دابا تقريبا الله ضربنا النص ديال الطريق شحال باقا لينا باقينا النص عاوتاني. عموما نحاول نحيدو من هاد الرملة الرملة كتعان كتشكل في المشي ماشي بحال الله القاص حنا وصلنا للجبل غتكون الله القاص هاديك الساعة غتسهل عليك القضية شوية. يا ربي ترحمنا الشمس حارة يا ربي يا ربي. يلا المهم غنمشيو نكملو الطريق ديالنا دابا غنوصلو للفوق ونرتاحو شوية تاني الله يا خوتنا وصلنا بز بز جوج كيلومتر واقيلا اللي كاينه هذا هذا الهبطه ولا الطلع باش توصل ديك الجروفه اللي كنا فيها. دابا الله طلعنا فوق الجبل الجبل كتوريكم زوين الله وصلنا الفوق ديالو ودابا غنحاولو نمشيو لهين جيت كيف ما تقولو غنزو يزيد ونشوف نعيط للواليد مع الخوان اللي يجي يجي وصلنا للبلاد الخمسه ثقيله بزاف هي اللي عذباتنا في الطريق كنتناوبو على توصلنا توصلنا لهاد البلاصة. غنوضو مازال كملو الطريق دابا تال الريزو ونعيط لخوادري تاني ولا نعيط لوالدي شي فينا ونختمو الفلوق ديالنا ديك الساعة. المشكلة تخاف نعيط ليهم والريزو مكاينش كيكونش الريزو قليل في هاد البلاد ديك الساعة غنضطرو نهزو الخنشة نكملو بها تا الدوار. بقى واحد الجبده اخرى تقريبا واحد كيلومتر اخرى ولا كيلومتر ونص اللي باقا هذا الطريق. يلا خليكم معنا ارتاحوا شويه ونوضوا نكملوا. خو لقينا هذا الحمير هنا غناخذوا شي واحد ما عرفناهم ديال من غناخذوا شي واحد بغى شي تجر ليه نشوفوا شي واحد اللي بغى يتزه نزو عليه ديك نزو عليه الخنشه هذه يوصل علينا.
ترى ترزي يرو 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 يرو